الأم البنفسجي تتسبب بقرار كلش مفاجئ. الطفلة العراقية أم البنفسجي تصدرت مرام مجيد اللي انشهرت باسم أم البنفسجي محركات البحث وترند منصات التواصل الاجتماعي وأبليكيشن التيك توك خلال الفترة الماضية، وذلك بعد ما تداول فيديو إلها تحت عنوان أم الفستان البنفسجي. هذا المقطع اللي يتجاوز ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة من نشره، واللي تسبب بحالة من الجدل والخلاف. البنية اللي أطلقوا عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اسم أم البنفسجي منعتها السلطات العراقية من الظهور على وسائل الإعلام بعد دعوات لمعاقبة أهل الطفلة لكون هذا الفيديو مو أول فيديو ترقص به وتتهجم على البنات. وترددت أخبار تفيد عن منع الطفلة العراقية الملقبة بأم البنفسجي من الظهور إعلاميا، طبعا إلى جانب إقفال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة استغلال الطفولة. واشتهرت أم البنفسجي بتصرفاتها الغاضبة ويا صديقاتها بوحدة من الحفلات، وطلعت بفيديو قالت بي أنا أم البنفسجي ضربت البنات اللي يمي وما كان قصدي لأن يغنون بإذاني وضربتهم، أني من تصير أعراس أنفعل وما أعرف من اللي صورني. وطبعا تابعت وقالت أني رحت يم المطرب والبنات كلهم لحقوني. وشكل الفيديو للطفلة ضجة كلش كبيرة على مواقع التواصل، وتعرضت لهواية من الانتقادات بسبب شكلها والمكياج اللي خلته وطريقة تعاملها ويا البنات الصغار اللي وياها.